بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بابات الطلاب المرحلة الرابعة. عليكم السلام دكتور. عليكم السلام. شلونكم باباتي؟ شلون أحوالكم؟ الحمد لله دكتور. شلونكم بالامتحانات؟ زينين؟ إن شاء الله بخير دكتور. إن شاء الله، بارك الله فيكم. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد والنجاح والحفظ والسلام إن شاء الله يا ربي. باباتي، أخذنا وياكم بالمحاضرة السابعة ديزاين بي اي دي كنترولر، وأخذنا الجزء الأهم من عنده، أخذنا أنواعه، كيف يمكن الاختيار، شنو الثيري اللي صارت للديزاين للبي اي دي، شنو مفهوم زوغلر نيكولاس للفيرست اوردر والسكند اوردر، بعدها شلون يختار قيم الكي اي والكي بي والكي دي، وشلون يعمل تيونينج، والبرنسبل اللي نشيك بيها اللي سيوتبل بي اي دي، قلنا شنو الشرط انه البي اي دي كنترولر يكون الديزاين مالته اكسبتابل. من يقول لي؟ بارك الله بك. نعم، يجب انه يكون الماكسيمم اوفر شوت ما يتعدى ال 20%. اخذنا ايضا تاثير التغيير الجينز، اذا كان الكي بي يصير به انكريزنج او الكي اي او الكي دي، شنو يصير بالثري باراميترز المهمه بالريسبونس، السبيد والاستابيليتي والاكيورسي، واخذنا شلون يكون شكل الريسبونس اللي على اساس اعتمد زيجلر نيكولاس، قلنا يقسمه الى قسمين الريسبونس زيجلر نيكولاس. احمد هاشم موجود؟ احمد هاشم نعم دكتور. اي باباتي، قلنا زيجلر نيكولاس شلون يقسم التصميم مالته على اساس الريسبونس شنو هو؟ والله دكتور ما قرات، كان عندنا حاله توقعات. عظم الله اجرك واحسن الله عزائك وغفر الله لميتك ان شاء الله يا ربي. سلمك دكتور. امنه. نعم دكتور. اي باباتي، زيجلر نيكولاس تقسم على اساس الريسبونس، خلى الرولز مالت الثيري مالته للتصميم على اي اساس دكتور؟ على شكل يعني شكل الريسبونس، الاستجابه مالته. نعم، بعد يعني شلون شكل الريسبونس بالحاله الاولى اذا كان الريسبونس على شكل حرف اس؟ نعم، هذا يا سيستم قلنا الريسبونس مالته شكل حرف اس دكتور بالفيرست. بالفيرست، عافية. والسكند أوردر شلون يميزه؟ من يكون بتردد، يعني باراميتر مالته من يشوف أوسيليشن؟ أوسيليشن بي. هاي عافية، جيد. إذن زيجلر نيكولاس قال الرولز مال الثيري مالتي أخليها على أساس شكل الريسبونس، يعني أخذ الريسبونس، أخذ السيستم وأرسم إلى يونت ستيب ريسبونس. اذا كان شكل حرف الاس، يعني يشبه حرف الاس اللي هو هذا اللي امامكم، فخلى تو باراميترز اللي هنا الال والدي، الال والتي، وعرفنا شلون تنحسب، وخلى رولز لاختيار البي الكي بي والتي اي والتي دي لكل واحده منهم، لما يكون بي وبي اي وبي اي دي. وقلنا ليش بي وبي اي وبي اي دي ومو بي دي؟ لانه ذني الفيموس بالديزاين. بعدها قال اذا عندي اوسيليشن بالسيستم، يعني عندي ماكسيمم اوفر شوت ويظل عندي اوسيليشن، معناته عندي طبعا سبب الاوسيليشن بالريسبونس احنا تحدثنا عنه سابقا بالفصل الاول والفصل الثاني. يعني من يقول لي هو متى يكون بالسيستم بالريسبونس مالته اوسيليشن؟
شباباتي ويانا؟ أنوار، إبراهيم، إبراهيم، إيه باباتي إبراهيم. إيش وقت يصير بالسيستم أوسيليشن؟ أكو فد كونديشن يتحقق يلا يصير بي أوسيليشن. ذكر بالكورس الأول بالفصل الترانزيت ريسبونس كان عندنا يتحقق عندنا الأوسيليشن إذا كان عندنا نقاط البول تروح يعني تبعد أكثر عن خط الريال. يعني شنو تبعد عن خط الريال؟ يعني شو يصير بيها؟ يعني هي ريال؟ يعني هي ريال؟ لا دكتور، يعني بيها أكثر شيء ريال وإماجيناري. أي إحنا ما يصير عندنا بالسيستم أوسيليشن إذا ما كان عندنا أكو كونجيجيت. لذلك إحنا من شرحنا البي آي إيش قلنا من تريد تشيك إذا السيستم كلهن الروتس مالته طالع على الريال وبالماينس فهذا السيستم ستيبل ما بي اوسيليشن. اذا هذا الريبل مالته اوكي ضمن ال 2% او ال 5%. لكن من اشوف في كونجيجيت بولز اذا السيستم بي اوسيليشن. يبقى من يحدد هذا اكسبتبل اور نوت اكسبتبل؟ قيمه الزيتا والاوميجا يعني، وخصوصا الزيتا هي المهمه. لذلك احنا ندور على الزيتا اللي ابروش تو زيرو، من نشوفها قريبه على الزيرو نروح نسوي الديزاين مال بي اي دي على اساسها، لان هي سبب الاوسيليشن فزيجولر نوكلاس قال اذا عندي اوسيليشن فاني اطلع الكي سي ار اللي هو الكريتيكال جين والبي سي ار اللي هو الكريتيكال فريكوانسي من عندنا نطلع ونحسب على اساس هذا التيبل اللي امامكم قيم البي اي دي وبعدها نشيك الريسبونس هل هو within ال 20% للماكسيموم اوفرشوت. اذا كان اوكي فالبي اي دي سيوتبل. اليوم راح ناخذ الموديفايد بي اي دي. طبعا اخذنا ايضا الالكتريكال سيركت للبي اي دي وشلون نحسبها طريقه الامبيدنس وطريقه اللوبز هاي تحدثنا عنها بالفصل الاول وراجعناها بالفصل الثاني وعرفنا ايضا ك ار سي سيركت شنو قيم الكي بي والكي اي والكي دي بالديريفيتيف. اشتقينا عده سيركت للبي اي دي كان يكون بي بي دي بي اي دي بي اي وهكذا. اليوم راح ناخذ الموديفايد اوف بي اي دي كنترولر سكيماتكس. باباتي هذا الموضوع جدا مهم. الدورات السابقه يعني الدورات اللي انا درستها انطيتهم اياهم، بس الدورات السابقه اللي انا ما درستهم ما انطوهم البي اي دي موديفايد ولا انا بالبكالوريوس اخذته. يعني انا بالبكالوريوس ما درسوني الموديفايد بي اي دي، درسوني فقط البي اي دي وجزاهم الله خير عنا خير الجزاء اللي درسونا وتعبوا علينا. لكن احنا حتى نطور المنهج 16 انت ثالث دفعه تاخذون ما يسمى بالموديفايد بي اي دي. باباتي الموديفايد بي اي دي فكرته جدا بسيطه. احنا مشكلتنا بالريسبونس دائما بالربل اللي هو يصير هذا اللي احنا قبلنا بها ال 2% و 5% قبلنا بها. لكن قبلنا بها ليش؟ لان ما عندنا خيار، ما نقدر نتخلص من عدم. فالموديفايد بي اي دي حاول يقلل بعد نجاح البي اي دي الكلاسيكال الكونفنشنال، شافوا انه اكو فد تحسين اذا طرع على البي اي دي ممكن يقلل من هذا الريبل. شلون يقلل من هذا الريبل؟ طبعا هو هذا الشكل العام للبي اي دي احنا اخذناه يعني المحاضره السابقه وقلنا انه احنا عندنا الاي ويعني ال1 وال1 اوفر تي اي اس والتي دي اس مضروبه بالكي بي وهذا شكل البي اي دي المعروف. يعني حتى احنا بنكتب المعادله ايش نكتبها؟ نكتبها كي بي افتح قوس 1 زائد 1 على تي اي اس زائد تي دي اس. هذا البلوك دايجرام للبي اي دي. هذا احنا من نحكي على الريبل. الان اذا تاخذ ترانسفير فانكشن انت اخذتها وصممت لها بي اي دي وشفت البي اي دي اكسبتبل، اذا تكبر
الريسبونس حتى لليونت ستيب راح تلقاه بهالشكل هذا. طبعا وهذا هو بالحياة العملية بالفيزيك سيستم. لأن احنا مثلا على سبيل المثال الطائرة الطائرة من تسير بالجو ما تسير ستريت لاين، يعني هي مو طلقة. الطلقة الآن الإطلاقة تسير بسنتر لاين. ليش؟ لأنه الروتيشن العالي إلها يحقق لها الاستابلتي المطلوبة فتمشي بخط مستقيم. لكن الطائرة بسبب أنه هي هيوج فيزيك سيستم تمشي أوسيليشن. صح اللي راكب بيها ما يتحسس هذا الأوسيليشن، يعني ما يشوف أنه الطائرة ده تصعد وده تنزل. لكن هي بالحقيقة إذا احنا نرسبونس ونباوع مسارها يكون هو أوسيليشن. لكن بسبب أنه هي الأوسيليشن مالتها عالي، يعني الكيرفج مالته عالي جدا طويل، ما يتحسس الراكب. فأنا حتى السيستم أخليه يمشي مثل ما نشوف هذه اللي أمامكم الآن وكأنه ستريت لاين، لازم أتخلص من شيء اسمه سيت بوينت كيكس. هذه اللي هي هذه النهايات. هذه النهايات احنا من الآن من نجي ننطي للسيستم أي سيستم تصممه مهما يكون، احنا بالسيطرة عندنا الآن، يعني كلكم إن شاء الله تكملون بوست جراجويت ماجستير ودكتورة، نشوف أنه اللي صمم لنا كونترولر سواء هو كلاسيكال مودرن انتليجنت غيره، نجي شو نقول له؟ نقول له أخذ هارد تيست سيجنال. شنو الهارد تيست سيجنال؟ أنه أنا أنطيها ملتي ستيبس. الملتي ستيبس شنو هذه؟ أنطيه أول مرة ستيب 3 أرجع 0 أرجع ماينس 1 أرجع 5. هذا يسمونه هارد تيست سيجنال للسيستم. فإذا أنا هسه الآن أنطي وكأنه إذا إيش أنطي؟ إذا أنطي بلس موجبة وسالبة. الآن أنا منطي لهذا السيستم مثلا بلس 2% 140 و138. نشوف السيستم ما يلحق يصير لها فلو، يوصل إلى الفلو إلى 140 يجي 180. هذه اللي هي تسمى ب السيت بوينت كيكس. هذه شلون اتخلص من عندها؟ اتخلص من عندها باستخدام شنو؟ احنا متفقين انه اي اوسيليشن هو يخلصها من هو يخلصها الانتجرال. لذلك جت الفكره على انه اسوي اكوموليشن لهذه الكيكس، اخليها تظهر بالريسبونس وكانه بلس with very short time. التي راح يكون يعني أصغر بكثير، يعني approach to zero، فيكون الريسبونس بهالشكل. هذه من هذه الفكرة جت فكرة أنه نغير الستركتر مال البي آي. فأول شيء جربوه هو البي آي ماينس دي. طبعا البي آي ماينس دي احنا دائما راح نقول بعد الماينس شنو هو؟ بعد الماينس هو البارامترز اللي راح نخليه بالفيدباك. احنا مو لان عندنا هذا الـ هذا الفقاع هذا البلوك دايجرام راح نخليه في جزء من البي اي دي هنا بالفيدباك. فاي جزء نخليه بهذا الفيدباك لوب هذا راح نخليه بعد الماينس. لذلك اول كونفيجريشن هو البي اي ماينس دي. البي اي ماينس دي راح نشوفه انه اليو مالته اللي هي تعطى لي السيستم هي بهالشكل هذا كي بي افتح قوس 1 زائد 1 على تي اي اس في الار ناقصا الكي بي في هذا البي اي دي العادي للبي اس. راح نشوف هذا شلون اشتقناها هذه المعادله 12 19. شوفوا بابا احنا اتفقنا انه البارامترز دي راح نخليه بال الفيدباك. الان اذا اريد اجي احسب يعني اسوي بلوك دايجرام واجي احسب الواي من الار، فراح يكون عندي لوب هنا ولوب هنا
هذا اللوب يدخل به فقط التي دي، وهذا اللوب يدخل به التي دي مع دول البقية. لذلك من أجي أبسط هذا البلوك دايجرام أطلع الواي من الار، اليوم كلكم تروح تجربوها، راح تكون بهالشكل هذا، راح تكون واحد واحد زائد تي اي اس زائد تي دي مضروبة بهذه اللي هي هذا التبسيط مال هذه. فلأن هذه الكي بي في الجي بي اللي هي هذه، هذه واحد زائدا هذه، فراح يكون التبسيط مالته هو بهالشكل هذا. هذا شكل البي اي دي كنترولر. اذا اريد اطلع الواي من الدي فقط فيكون بهالشكل هذا. اذا اجيب البي دي واخليها بالفيدباك واخلي فقط التي اي بالفورورد، راح يكون الكونفيجريشن الثاني للموديفايد. احنا بالموديفايد حناخذ فقط نني التو كونفيجريشن. شوف الان التي دي والواحد اللي هو الكي دي صاروا بالفيدباك. الان هذول اذا اجي احسب لهم البلوك دايجرام ريدكشن، راح يكون اليو هذا اللي هو هنا هو الكي بي في التي اي في الار اس، هذا الفورورد لوب ناقصا، لان انا مخلي بالناقص بالنيجاتيف فيدباك، الواحد زائدا واحد على التي اي زائدا التي دي مضروب به ايضا الكي بي. لكن منه السيجنال الطبله مو الار، يدخل للبي اس. طبعا هذا شلون اجى؟ لان هنا هذا البي اس اجى مضروب بهذه بالواحد على تي اي اس، حولها باللوب راح يصير واحد زائدا هذا الترم في البي اس. هذه معادله اليو اللي هو الاوتبوت مال الاي ماينس بي دي كنترولر. هذا الاوتبوت النهائي الواي من الار بعد التبسيط، راح يكون الجي بي الواحد زائد كي بي جي بي في هذا الترم مال البي اي دي. فالان اذا اريد نجي ناخذ فد مثال ونحله على مثلا، طبعا الخطوات اللي نبدي بيها خطوات التصميم هي نفسها اللي بدينا بيها بالبي اي. ليش احنا نفسها؟ احنا عندنا الخطوات بالتصميم انه نوجد الكي ايضا على حسب الريسبونس مالت السيستم، من نشوفها سكند اوردر معناتها هذا السيستم بي اوسيليشن، معناتها نروح نصمم باتجاه نوجد الكي سي ار والبي سي ار. فاذا نريد ناخذ الان فد اكزامبل، هذا الاكزامبل عندي يونت فيدباك الترانسفير فانكشن مالته هي 100 اس مثلا قوة 3 زائدا اس 6 اس سكوير زائدا 9 اس زائدا 18. واقول لك صمم لي ديزاين of i minus bd controller. اول خطوة اوجدها هي تعلمناها ما دام هو third order، اذا اروح اوجد الكاركترستيك اكويجن. الكاركترستيك اكويجن راح تساوي لي واحد زائدا الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي واحد زائدا الجي في الاتش اللي هي من المعادله راح تساوي لي الان شو نخلي؟ اتفقنا انه نخلي هنا كي بي
حتى نوجد شنو هو؟ حتى نوجد الكاركترستيك إكويجن ويا الكنترولر، نبدي بي الكي بي. فراح يكون بالتبسيط هذه يونيتي فيدباك، فراح تكون معناتها كي بي بالجي اوف اس واحد زائدا الكي بي جي اوف اس في واحد، لانه يونيتي فيدباك. هذه راح تكون شنو؟ 100 كي بي. و طبعا اذا ردنا نعقد السؤال شويه، خلينا نعقده، نضيف ما نقول يونيتي فيدباك، خلينا نقول 1 اوفر اس، يعني عندي انتجرال، فراح يكون بدل الواحد مضروب في واحد على اس. اذا نضربه بواحد على اس معناته هذا راح ينقلب الاس فيكون 100 كي بي اس، ويصعد الاوردر مالت السيستم حيكون 4 زائدا هذه الستة حتكون كيوب، والتسعة حتكون اس سكوير، وال 18 حتكون اس زائدا ال 100 كي بي. الان من الكاركترستيك اكويجن هذه النيومينيتر الدينومينيتر عفوا، فاذا اخذ هذه و اوجد لها الكي بي. شلون اوجد الكي بي؟ اسوي راوث كرايتيريا، نبدي بالاس 4 والاس 3 والاس 2 والاس 1 والاس 0. هنا 1 9 ب 100 كي بي، هنا 6 ب 18 ب 0. هذه حتكون 6 في 9 ناقص 18 على 6 54 36 6. وهنا راح تكون 100 كي بي، ما يحتاج الى حساب. هنا راح تكون 6 في 18 108 108 ناقص 100 كي بي اوفر 6، وهنا 0، وهنا ال 100 كي بي. اول كونديشن للاستابيليتي لازم هذا. نعم باباتي. دكتور 108 ناقص 100 كي بي على 6. سوري 600 عافيه. اي مضبوط. فاول كونديشن هذا كي بي اكبر من الزيرو لازم، وهذا ماست لانه لازم يطلع لي دوله بوزيتيف حتى يكون. وهنا راح ناخذ هذا الشرط ونقول ال 108 خلينا نقسمها على هذا الشرط اللي هو 108 تقسيم 6 يعني 18 كي بي يطلع لي 18. نعم 18 ناقصا 100 كي بي يساوي 0. اذا الكي بي يطلع بوينت 18.
اللي هو شو اسمه عندنا كي ايش كريتيكال جين دكتور. نعم كي سي ار. إذن الآن وجدت الكي سي ار، شنو باقي لي حتى أكمل الديزاين مالتي؟ لازم أوجد بي سي ار. البي سي ار يلا حلو، وعني داخل من راح يطلعها بالبداية. عندنا المعادلة تقول S هو 4 زائدا S هو كيوب زائدا 9 S سكوير زائدا 18 S زائدا مش قد 100 في 0.18 يساوينا 0. هذا يعوض كل S إلى J أوميجا، فراح يكون أوميجا قوة 4 زائدا سوري ناقص 6 جي أوميجا قوة 3 ناقص 9 أوميجا سكوير زائد 18 أوميجا جي طبعا زائدا 18 يساوي لي 0. أعزل الإماجينري واحد والريال واحد، أوميجا 4 ناقصا 9 أوميجا سكوير زائدا 18 زائدا جي أوميجا، وتبقى لي ناقص 6 أوميجا سكوير زائد 18 ترى أوميجا جذر 3 جذر 3 مضبوط، لأنه هنا أنا أخذ الجي عافية محمد أخذ الجي، فراح تكون الأوميجا سكوير هي 18 على 6 وتساوي لي 3 والأوميجا تساوي لي تحت الجذر 3 منها ايش قلنا هذه الأوميجا تساوي 2 باي F من عندها ال بي سي آر شنو هو راح يكون 2 باي على أوميجا راح تساوي قسمونا اياها 2 باي على 3.627 3.627 نعم. هذه الآن وجدناها. الآن حتى أبدأ أطبق أرجع لي الجدول مال زيجلر نيكولاس إيش قال؟ قال الـ TI بال حتى أوجد الـ KB والـ TI والـ TD والـ KB. الـ TI هو 0.5 الـ BCR إيش قد حيكون؟ وجدونا يا والـ B الـ TD هو 0.125 البي سي ار والكي بي احنا عندنا فجد هذا تور البي سي ار يعني واحد دي 1.8 1.8 واحد something وهنا ال 45 لا اقل 0.125 في لان هاي مو نسخه هاي ربعها اقلها اقل من عندها 0.125 في 3.627 يا دكتور 0.453 متاكد؟ نعم دكتور نعم دكتور 0.453 تمام 0.1 3 6 2 7 مضبوط 0.4 ايش قد 0.4 5.3 الان ابدي اشكل من هو اشكل ال اي ماينس ال بي دي كنترولر كيف ارجع للمعادله مالته المعادله مالته شو تقول ال الواي على الار شو يساوي؟ رجعوا لنا للمحاضرات
شي تساوي؟ تساوي تساوي هذه، فنجي نعوضها هذه جي بي اوف اس واحد زائدا الكي بي جي بي اوف اس في الكنترولر. اجي اعوضهم بهذه المعادله، راح يكون عندي الاوتبوت مالت الاي ماينس بي دي مباشره، واوجد الفاينل ترانسفير فانكشن. الفاينل ترانسفير فانكشن المفروض الواي اوف ار اوف سي راح تكون ال 100 على الاصليه مالتنا اس قوى 4 زائدا 6 اس تربيع زائدا 9 اس تربيع زائدا 18 اس، هذه كلها على هذا التير. فابسط المفروض يطلع اوردر 5، فشيكوا 100 اس اس 5 زائدا 6 قوة 4 زائدا 9 قوة 3 زائدا زائدا 20.8 زائدا 10.8 اس زائدا 5.9. هذه الآن المفروض شنو نوجد لها؟ نوجد لها الروت حتى نشوف السيستم مالتنا اوكي لو لا. هذه الروت، هذه محلولة باي هاند، احتمال خطأ او لا تشيكوها. الاس 1 هو ناقص 4.93، الاس 2 و 3 يطلعون كونجيجيت هما ناقص 0.285 زائد ناقص جي 0.558 و ال 4 و ال 5 ايضا كونجيجيت يطلعون ناقص 0.247 زائد ناقص J 1.735. إذن هنا أكو زيتا 1 وهنا أكو زيتا 2، هذول قيمهم. زيتا 1 هي 0.454 وزيتا 2 هي 0.141. الآن أنا كمصمم المفروض ضحى خالد ويانا باباتي؟ نعم. اي باباتي. المفروض هسه انا اخذ يا زيتا واشيك عليها الماكسيمم اوفر شوت، الاولى لو الثانيه؟ ها باباتي؟ ويانا باباتي؟ ها باباتي؟ اوكي. صالح راغب، صالح سره سره علاء. نعم دكتور. اي باباتي. نعم. اخذ هسه انا عندي تو زيتا،
يا هي المؤثرة الأولى لو الثانية؟ دكتور احنا ناخذ أقل جيت على مدة الأوبس أو برشوت متى وصل للعشرين؟ نعم احنا ناخذ احنا حتى نشيك هي أنا ما يحتاج أروح أحسب للاثنين أروح أحسب على الصغيرة ليش؟ لأن أنا عندي باباتي بالحال الماكسيمم أوفر شوت شو يساوي؟ الماكسيمم أوفر شوت أخذناه بالكورس الأول يساوي إكسبونينشال شنو هو؟ إكسبونينشال ماينس وناخذ الزيتا أوفر 1 ماينس زيتا سكوير في الباي هذا مو احنا اخذنا هذا باباتي من اجي اشوف كل ما تصغر الزيتا راح يكون هذا ابروتش الواحد يعني والزيتا هنا صغيره مضروبه بالباي راح يطلع لي الماكسيمم اوفر شوت عالي إذن أخذ الأقل قيمة وأشيكها الآن إذا شيكوا ذلك القيمتين على السريع وانطوني الجواب ها؟ يعني تطلع أبروتش الـ 63 بوينت 9 وهذا ما مقبول فأروح أسوي ريتيونينج شلون اسوي ريتيونينج اتفقنا على انه نحسن من الكي بي شلون احسن افرض قيمه للكي بي او اقدر افرض ثلاثتهم فاذا واحد يجي يقول انا ما اريد اغيرهم ثلاثتهم وناخذ الكي بي مثلا 0.2 والتي اي 1.6 LTD 0.31 وأرجع أحسب وأطلع الكاركترستيك إكويجن وأحسب من عندهم أيضا راح شوف تطلع لي زيتا 1 وزيتا 2 فقط زيتا 1 احتمال يطلع لي 3 ريال واثنين كونجيت إذن عندي زيتا واحدة هي هذه المهمة وأوجدها هذا البروسيجر لي ال I minus LBD. Okay, باباتي. دكتور. نعم باباتي. دكتور إحنا TI والTD كل ما نقللهن يصير السيستم ستيبل. مو دائما. ال أنا حتى أروح لاتجاه البيور لأن أنا عندي واحد على TIS. فالTI إذا كان قليل يعني usually. هو أفضل لكن التي دي لا مضروب بالأس فممكن يسوي مشاكل ف يعني لازم ترايل أند إرر نجربها لذلك تشوف أنه يعني أوغاتا شارح جزء من الديزاين بالبي آي دي قايل باي نيوميريكال بي آي دي يروح للماتلاب يسوي برنامج يخلي قيم عديدة للكي بي والتي آي والتي دي وكل مرة يشوف الريسبونس كل مرة يشوف ترايد اند ايرور بس هو يعني يسميها نيوميريكال بي اي دي يحسبها حساب اوكي ترى يعني بالامتحان احنا يعني كم اختيار نقدر نسوي يعني فقط اتفقنا تيون واحد احتاج من عندك اذا اردنا هذا السيستم اللي عندي اصمم عليه بي اي ماينس دي مو الان هذا السيستم جينا وقلنا السؤال يقول ديزاين ال بي اي ماينس دي كنترولر كيف احمل بعد ما اصمم واكمل واوجد نفس الخطوات اوجد الكي بي من عند أوجد الـ يعني الكي سي آر وأوجد البي سي آر وأوجد القيم أروح إلى وين أروح إلى الستركتشر مالت الـ I ماينس
بي دي اللي هو البي اي ماينس دي اللي هو الواي على الار اوف اس يساوي لي الواحد زائدا واحد على تي اي اس مضروب بالكي بي الجي بي وهنا واحد على واحد زائدا واحد على تي اي الى نهايته. هذا التيرم اخذه انزل به قيم التي اي والتي دي والكي بي واوجد الاوفر اول راح تطلع لي فد ترانسفير فانكشن هنا. هذه الكاركترستيك اكويجن مالتي اخذها اوجد الروتس مالتها. من اوجد الروتس مالتها اشوف وين الزيتا موجوده. الزيتا دائما موجوده مع الكونجيجيت واتشيك الزيتا مالتي هل هي قليله اخذ اذا هي اكثر من اثنين يعني اثنين اخذ اقل وحده واشوف الماكسيمم اوفرشوت كم. اوكي منو عنده سؤال باباتي؟ منو يريد نعيد لفت شغله معينه؟ دكتور نعم بالمحاضرة السابقة دكتور شبيه المحاضرة السابقة دكتور التيبلات هاي بصفحة 204 أو 205 يمكن دكتور شو نفهم حضرت المحاضرة بس ما يعني عندي بس ما قدرت أفهم شلون اشتغلت دكتور هاي لا دكتور قبلها 204 صفحة دكتور مال تي اي والتي دي وال ها تمام انت شو اسمك؟ دكتور باباتي هذه احنا مو اتفقنا انه زوغلر نيكولاست قال انه اني اصمم على اساس ال شكل الريسبونس فاتفقنا على انه اكو فيرست اوردر وسكند اوردر اللي بعدها هو كومبوزد ثيرد اوردر هو 1 فيرست اوردر و 2 سكند اوردر ف زيجلر قال السيستم دائما الفيرست اوردر هو او مرات هو سكند اوردر لكن بكاسكيد الكاسكيد يبقى محتفظ بشكله للفوق يعني مثلا عندي واحد على اس بلس واحد على S زائدا اثنين هذا الشكل الريسبونس مالته مثل شكل الفيرست اوردر لان هذا احنا كاسكيد وضاربي فش ايش حيكون مثل حرف الاس هذا الشكل فسوغلر قال هذه رولز قال انه البي اي دي كنترولر راح يكون بهالشكل هذا من هذا التيبل اذا تاخذه فقط بي كنترولر راح يكون التي على الال والتي على الال التي والال شنو قلنا إننا نرسم الكونجيجيت المماس عفواً التانجنت المماس للكيرف وناخذ نقطة التقاطع مع التايم من الزيرو إلى هذه نقطة التقاطع هي الأل ومن نقطة التقاطع إلى نقطة وصول التانجنت لليونت ستيب راح يكون التي ناخذ دول التو باراميترز ونبدي بيهم البي هو التي على الأل البي آي هو 0.5 تي اوفر ال و هو لان ما عندي تي دي 0 هو ال على 0.3 البي اي هو بهالشكل هذا اذا عندي سكند اوردر اذا عندي سكند اوردر راح يختلف التيبل التيبل راح ينبني على تو باراميترز جديده اللي هم من هم الكي سي ار والبي سي ار تعرفهم شنو هم مو طه اي من نستخرج ال KCR وال BCR راح نجي على تيبل جديد BI وال BI وال BID وقلنا ال BD لأنه مو فيمس فما خلى على تيبل ال BI حيكون 0.5 ال KCR وال BI هو 0.45 KCR plus 1.2 over 1.2 BCR وال BI بهالشكل هذا هذه التيبل أوكي؟ شكرا نعم يا لبابات